إذاعة هاشتاج سمارت 40.16. بسم الله الرحمن. اليوم الجمعة وهو يوم الجائزة الكبرى، وأيضا هو يوم لقائنا مع مجلة هاشتاج مجلة جاج أندرسكور مسابقة أندرسكور 5 رمضان. في كل جمعة سنطرح 5 أسئلة بخصوص الجائزة الكبرى، ونبدأ بالأسئلة الأساسية وهي 20 سؤالا، ثم نتابع بالأسئلة التفصيلية التي تسمى الشائعة وبالإنجليزية Frequent Asked Questions ويرمز لها FAQ. وهذه الأسئلة التفصيلية ستردنا منكم أعزائي البنات والشباب خريجي المدارس الابتدائية والإعدادية لعام 1443. والآن نتوجه إلى المجلة لنطرح أول 5 أسئلة. نرجو منكم المتابعة. الفئة المستهدفة مع الآباء والأمهات، ولا ننسى الإخوان والأخوات والأقارب جميعا. ونتمنى منكم المشاركة لأنكم سوف تستفيدون من هذه المسابقة، ليس فقط من أجل الجائزة الكبرى ولكن من المعلومات التي سوف تحصلون عليها بمشاركتكم ومشاركة زملائكم وأقاربكم. ونرجو لكم جميعا التوفيق والسداد. والآن حتى نلتقي أنتقل إلى ضيفي، فإلى اللقاء. عدنا إليكم بعد الفاصل، ويسعدنا أن يكون في ضيافتنا اليوم صاحب الجائزة الكبرى لكي نطرح، وسوف نطرح عليه بعض الأسئلة التي أظن أنها تراود الكثير منكم، وأولها يتعلق بالجائزة الكبرى. فما هو السر أو ما سبب تسميتها بالجائزة الكبرى؟ وما هي الجائزة الكبرى؟ ومتى ستمنح الجائزة الكبرى؟ والأهم من ذلك كله، ما قيمة الجائزة الكبرى؟
ولدينا سؤال آخر يتعلق بالفئة العمرية، هل هناك تحديد أو ما السر في تحديد الفئة العمرية من سن 12 إلى سن 16 سنة؟ هل هناك سر في ذلك؟ ولدينا حالة قد تكون موجودة بالفعل، لو لدينا شاب أو فتاة لديه 16 عام، سنه 16، ولكن مستوى التعليمي لا يتخطى المرحلة الرابعة الابتدائية، هل يستطيع أن يشارك في المسابقة؟ أم هناك تحديد للفئة العمرية مع الفئة التعليمية؟ كما لدينا سؤال آخر يتعلق بالجائزة الكبرى، هل هناك علاقة بين الجائزة الكبرى ومسابقة 5 رمضان والتي سوف تكون موجودة في مجلة جاك؟ بالمناسبة أنا فاتني أن أعرفكم بمجلة جاك، وهي التي سوف تصدر بمشيئة الرحمن أو ستكون متاحة في 15 من ذي القعدة، وهي مجلة تعتني بالبيئة الخضراء والذهب، فجولد جاج تعني جولد اند جرين، جرين اند جولد، وهي مجلة ثقافية اقتصادية. نرجو من صاحب الجائزة الكبرى أن يجيبنا على تلك التساؤلات. فاصل ونتلقى الإجابة. بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. أشكر إذاعة سمارت على استضافتي، وأشكر المقدم والمذيع مستر شين، وأرحب بجميع المستمعين الذين يستمعون إلي وأنا في موقف حرج. صحيح مستر شين بدأ يعرض لكم في إذاعته المصورة والمسموعة، فعرض بعض من محتوى مجلة جاك
مثل نايس هي صفحة واحدة، ولكن أعطاني أسئلة ثقيلة جدا، وهي الأسئلة التي سمعتموها. وسوف أختصر، طبعا هو يعني أنا كنت موجود أراقب، فيأخذ الفاصل تقريبا كل فترة بسيطة، وأعطاني أسئلة أتمنى أني أعطي إجابة مختصرة ومقتضبة لكل هذه الأسئلة في هذه الفترات المتاحة لي، فترات الفواصل احتمال. طبعا أنا مرهون بالإشارة منه يأشر أو يقول لي فاصل، وأنا ألتزم الصمت حتى نعود بعد الفاصل. أعود إلى الحديث بعد أن أسكتني المذيع. وأريد أن أجيب عن الأسئلة التي طرحها المذيع علي، وحقيقة أتمنى أن تكون الأسئلة منكم وليس من المذيع، ولكن هو نيابة عنكم. فسألني عدة أسئلة عن المسابقة الكبرى وما قيمتها، وعن المستهدفين من الأبناء والبنات في سن 12 سنة إلى 16 سنة، والمستوى التعليمي الابتدائي إلى الإعدادي، يعني من تخرج من الابتدائي وتخرج من الإعدادي بعد بسنة. فهذه الفئة المستهدفة 4 سنوات هي المستهدفة، يعني ما ينفع يشارك واحد 15 سنة ولا 17 سنة. هذه نقطة مهمة. أما الجائزة الكبرى فهي جائزة المقبولين، يعني ننتخب في مسابقة رمضان مثلا لو كان هناك مشارك 1000 فنأخذ 20 من 1000. طيب لو كان في 100 ممكن نأخذ 20 من 100، نحن مستهدفين المشاركين. طبعا في المسابقة، مسابقة رمضان، يحتاج كل شخص أن يشترك في المجلة لمدة عام أو عامين حتى يأتي أو تأتي فرصته، يعني ما في أحد ما حيفوز. مثلا نحن يعني عندنا 1000، أول 1000 إذا انتهينا اخترنا 20 نطرح ثاني 1000. واضحة الفكرة؟ طبعا الفئة المستهدفة حتى يكونوا في المرحلة التعليمية الجديدة والتي هي بعد الكورونا،
يعني نحن نقول التعليم بعد 7 سنوات يكتمل تقريبا 100 سنة، ومن الآن سنبدأ بالتعليم الحديث لهذه الفئة. وكما موجود في الصفحة 12 ساعة هي ب$60 فقط، $60 قيمة المنهج فقط. فال 12 ساعة هذه في كل كوارتر، يعني عندنا في السنة 48 ساعة. أنا مضطر إني أسكت كما طلب مني المذيع. أعود فأكمل الإجابة على أسئلة مهندس الماء والمذيع مستر شين. فكما تعلم وكما سبق وأن بينت وضحت في أول الحلقة عن مجلة قاق، وأنت سألتني عن المسابقة الكبرى وعلاقتها مع أو الجائزة الكبرى وعلاقتها مع مسابقة رمضان. مسابقة رمضان هي الانطلاقة لكي يشترك فيها كل المستهدفين، وهي يعني مسابقة تبين لنا الاهتمام، لأن هناك في المسابقة 120 سؤال وفريقين، فريق سما وفريق آرت وإذاعتين وكذلك المجلة. وهذه المسابقة مسابقة رمضان أو 5 رمضان هي كل يوم 5 في الشهر العربي، وهنا ضروري متابعة الأشهر العربية 5 و10 و15 و20 و25، يعني في عندنا 5 و10 و20 و25 و25، 4 في كل شهر. فيها فرصة للأسئلة، وطبعا من تفوته هو بث، من يفوته أسئلة اضطر إلى طلب النسخة اللي هي في ذو القعدة، ستصدر في 15 ذو القعدة تكون جاهزة. فطبعا النسخ يعني محدودة 1000، والمطبوع منها أيضا محدود ممكن 50 ستكون مطبوعة، وتكون 1000 PDF، يعني العدد محدود. على أساس فيها قسيمة الاشتراك، يعني ما حد يقدر يدخل المسابقة أو حتى الجائزة الكبرى إلا يكون عنده القسيمة، والقسيمة في المجلة اللي هي تقريبا فيها اسمه وفيها اسم المدرسة وهكذا، لأنه كأنها هي مسابقة بين المدارس الابتدائي والإعدادي اللي ينتمي لها المتسابقين. يعني لو انتمى 10 من مدرسة أقوى طبعا، فهكذا هذه العلاقة بين الاثنين. أما المسابقة الكبرى قيمتها فهي بالسنة، يعني كل سنة يمكن 100,000 جنيه طبعا ادخار
فالاشتراك فيها مثلا مدة دراسة 5 سنوات 500,000 جنيه، ويصرف منها دعم للطالب المشترك 5 سنين في 12 في كل سنة أو كل كوارتر في 12 ساعة تدرس مجانا، منحة دراسية. شكرا. في الختام وبعد كل هذه الفواصل أحب أن أشكر مرة أخرى إذاعة سمارت، وأيضا كل من رئيس التحرير مستر واو، وأيضا مستر شين المهندس وهو مهندس الماء، وأنا مهندس الهواء، وكلنا مشاركين في مجلة جاك، وتكمل للإجابة على أسئلة مستر شين، بقي لنا إنه من هم الذين يستحقوا المشاركة هي بالأعمار. أما بالنسبة للسؤال إذا كان عمره 16 سنة وما حصل على ابتدائي له الحق أن يشارك في الجائزة الكبرى، لأنه هي الجائزة الكبرى هي منحة تعليمية مدة 7 سنوات، وفي كل سنة هناك 4 كوارترات أو 4 فصول، وكل فصل 12 ساعة، و 12 ساعة يعني 12 ساعة في الأسبوع، وتوجد اختبارات لكل فصل، واختبار حضوري للعام، اختبار حضوري في مقر المجلة اللي هو نهائي ل 48 ساعة حتى ينتقل إلى التدريس. يعني كل من ينتهي سنة، يعني مخرجي الابتدائي ينتهي سنة يقدر يشارك في التدريس للابتدائي، ويبدأ يدخل معانا الصغار من سنة رابعة ابتدائي فيدرس، ويكون له دخل $300 في، يعني من $300 إلى $1,000 حسب الحصص اللي ياخدها. فلو أخذ 12 ساعة فقط فرق اللي ياخد أكتر مثلا دبل، يعني 4 ساعات في اليوم. فهذا الدخل يستطيع أنه ياخد، هو طبعا صغير عمره 12 سنة أو 13 سنة، يستطيع أنه ياخد من الدخل مصروف له، يعني مثلا ياخد $100 مصروف في الثلاثة أشهر، وتبقى $200 لدعمه في الدراسة مجانا. وأيضا بعد تدريس سنة يعلو الراتب، يعني الدخل يصير، يعني هو 12 سنة صار 13، أخذ $300 في الثلاثة أشهر، بعد سنة يعني في السنة الثانية يأخذ $600، وهكذا. أرجو أن أكون وضحت، وسأشارك في اليوتيوب في كتابة أو إجابة عن أسئلة على اليوتيوب والتويتر، وشكراً.